الو الو لا لا والله ما فيه تاني، فيه تاني موجود تاني جوه. ايوه طب بس يلا عشان انا فتحت البث. اخي القفص الابيض ده عندي هنا ب 15. ده مولد او مشرف ايا كان بقى مسمياته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. هقول لكم الأسعار النهاردة. الأبيض بعشر، الأبيض بعشر جنيه. المكان فين لو سمحت؟ الجمالية الأهلية والمنزلة، المنزلة والجمالية أو الجمالية والمنزلة. الأبيض بعشرة، الساس بستة، الفيوم بأربعة ونص، والبلد بأربعة ونص. الأبيض بعشرة. ده بط مشرك يا جماعة، صلى على النبي كده ووحد الله. لا تشوف الشغل ده، صلى على النبي. بط مشرك أهون أو مولد أو مولر أيا كانت مسمياته. الأسود الكحل أهون جاي، لسه جاي الطيارة، لسه جايباه حالا ولسه ما روحتش. اقفل الباب ده يا حاج، اقفل الباب ده. لا والله ما فيش مولد ده بيه. بط مولد يا جماعة ب 14 جنيه. بط مولد ب 14 جنيه. مولد اسود اهو، خالص اهو، كحل اهو، اهو، اها، اهو تحدي. اهو ب 14 جنيه. ما شاء الله كمية موجودة، اللي عايز أي كميات موجودة في البطن. ما شاء الله البط النهارده حاجة ده هيبقى موجود على طول بإذن الله. بط مولد أو شركات، البط ب 14 جنيه، وبط مكسكوفي عمر أسبوع، البط عاملة 15 جنيه، وبط بلد فرنساوي ب 9 جنيه، وبط بيور ألماني ب 11 جنيه ونص، بط بيور ألماني ب 11 جنيه ونص. يلا يا حاج، يلا يا أبو خالد. يلا الله يبارك فيك يا انسان. الو اهو موسى، الله يسلمك. لا مش، لا ما فيش والله، لا حاجة قليلة والله، لا ما فيش والله. ايوه ان شاء الله. انا كنت عايز اعمل لكم فيديو في المعمل والله، بس كنت ايه الاضاءة كانت وحشة، ما عرفتش اعمل لكم في المعمل البث. هنا السمان قد ايه؟ السمان بتلاتة وربع كمان اهو، نسينا نقول السمان. سمان اهو بسم الله ما شاء الله عامل تلاتة جنيه وربع. سمان تلاتة وربع. وده هو المسكوف الكبير اللي فوق ده، واللي تحت برضه. بس مشكوفة عامل عمر اسبوع 15 جنيه، يعني بنبيعها بسعر يوم اهو، بسعر يوم يا جماعه.
مشكوفي اهو بسعر يوم. والسمان بسم الله ما شاء الله بثلاثة جنيه وربع، السمانة معدية ب15 يوم. بس السمانة معدية ب15 يوم. طبعا البط النهاردة بس ب14 وهيزيد تاني ان شاء الله بكرة. البط النهاردة ب14 وهيزيد بكرة. اهو. ربنا يبارك فيكم يا رب. موجود في المنزلة؟ ايوه ان شاء الله موجود في المنزلة. اللي موجود هنا موجود في المنزلة. ابيض اهو بتاع عشان بس الو الو اي باش اي موجود ب14 جنيه نعم ده موجود كتير ان شاء الله ماشي الله يسلمك صباح يا جماعه صباح الفل يا ريس الله يعزكم صلى الله عليه وسلم ده مولد مولد او مشرف او مولر او مولر سميه زي ما تسميه موجود موجود ب 14 ربنا يبارك فيك يا رب هات لك كده المولر شوف المولر فين ب 10 استنى بس بلا ب 10 قلت هتشتغل لهم فروقات انا بعمل بس مباشر المكان فين في المنزلة؟ المكان البر الثاني عند حي السلام. حي السلام. البر الثاني حي السلام. حي السلام هو اللي هينقلها تحسبوها عشان هينقلها كده عشان الناس واقفة. لا لا ما ينفعش والله. لا والله ما ينفعش عشان الناس واقفة. ما ينفعش والله. لو في حاجة وحشة ارميها له في وشه. لو في حاجة وحشة ارميها له في وشه. 160 160 360 360 لا ما احنا صاحب السريه اهو صاحب السريه ولا ربع جنيه ولا ربع جنيه والله ولا ربع جنيه نقول لكم الاسعار تاني يا جماعه كده بالسريع. الابيض ب 10 جنيه والساسي ب 6 جنيه والبلدي ب 4.5 والفيومي ب 4.5 وتاني والبط المولد والمشرق والمولر ب 14 جنيه بط مسكوف عمر اسبوع ب 15 جنيه روم اسمر ب 20 بط بلدي فرنساوي ب 9 جنيه بط بيور الماني عامل بيور الماني عامل 11 جنيه ونص 11 جنيه ونص بط بيور الماني نعم لو ايه بيكبر فرد في شهرين بيجيب 4 كيلو بيكبر في شهرين بيجيب 4 كيلو البط المسكوف والمولد ب 14 جنيه نعم المسكوف ب 15 الواحدة ب 11 جنيه ونص 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 انا لسه بقول اهو
انا لسه بقول ارجع تاني اقول اهو لسه اهو ب 11 ونص. نشر حاضر حاضر ماشي يا باشا معاك ولا معانا كمان؟ هتكتبها بشرطين معدين. ما عنديش صناديق فاضية والله. يعني أنا فارد ال 20 30 صندوق قدامي، هتشوفوا برضه البط؟ طب خلاص خليك شوف إيه. والله لو ريش ما هي راجعة، لو جاية كده لما طول ما هي واقفة على الجاية ما هي راجعة. شوف أنا بعمل بس مباشرة، ما عنديش تنقيل، ما عنديش تنقيل، ما عنديش. أنا بحلف عليك والله، بس ما عنديش تنقيل أهو. ما عنديش أنا، ده بطة أقسم بالله ما نزلت هنا. براحتك روح هاتها ب 18 جنيه براحتك والله براحتك قوي. دي عايزه 12 بطه وعايزه اقوم في صندوق عشان تنقيهم. عايزه بس صوره انا عايزه. شوف استنى بس انا عايزه.